حالات تعذيب بالجملة واعتداءات بدنية ونفسية ممنهجة وصلت إلى حد اغتصاب الشباب وهتك عرض الفتيات. نداءات حقوقية من منظمات محلية ودولية بحت أصوات أصحابها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في سجون سلطة الانقلاب. أمام كل ذلك يقف الإعلام الحر في صف الإنسان بصرف النظر عن انتمائه الديني أو السياسي أو العرقي، يعرض معاناة المعتقلين، يوثق الحالات، يقدم الشهادات، يدق جرس الإنذار أمام سلطة غاشمة ومجتمع محجوبة عنه الحقائق. الجديد أن شهادات عدة تواترت عن قيام أجهزة الأمن بالتنكيل بأصحاب الحالات التي يتم تداولها أو تناولها في الإعلام، فيزيد ذلك من بطشه بهم ويغالي في تعذيبهم وإذلالهم وانتهاك آدميتهم. فإذا كنا لا نستطيع مطالبة السلطة بالكف عن تعذيب البشر، فهل المطلوب أن نكف عن فضح تلك الجرائم؟ لعل ذلك يكون أخف الضررين، أم أن ذلك أحد ملامح جمهورية الخوف المقبلة؟ كثيرة هي قصص التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين من مناهض الانقلاب في السجون، وكل يوم يأبى إلا أن يكشف عن جديد ليفضح تلك الانتهاكات التي لا تتورع سلطات الانقلاب عن ارتكابها لكسر إرادة معارضيها السعين إلى الحرية والديمقراطية. ثلاثة أشقاء في عمر الزهور هم عمر عبد المقصود مصور صحفي يعمل لدى موقع مصر العربية وشقيقاه إبراهيم وأنس. قال محاميهم إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب الشديد بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المؤقتة جماعة إرهابية. المحامي قال إن الأشقاء الثلاثة محبوسين احتياطيا بقسم شرطة ميت غمر بعد أن ألقت قوات الداخلية القبض عليهم بتهمة تنفيذ أعمال إرهابية مزعومة. وقال أقارب وأصدقاء عمر إنها ليست أول مرة يتعرض فيها للقبض عليه، حيث قبض عليه منذ أسابيع أثناء تغطيته حفل مولد حرية بنت المعتقلة دهب التي وضعت طفلتها وهي مكبلة بالكلبشات. الروايات كثيرة والوقائع تتوالى برغم نفي الداخلية المعتاد، روايات لعمليات اغتصاب تتم داخل السجون، أبرزها ما رواه الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عن واقعة اغتصاب عمر الشوي الطالب الأزهري والذي تم القبض عليه وتعرض لانتهاكات جسدية وتعذيب في السجون، وهو ما روته والدته للجزيرة مباشر مصر. قعدوا يضربوه ويعذبوه ومسكوه بطريقة مهينة جدا وشتايم من أقذر الألفاظ اللي نسمعها في حياتنا، لغاية لما خدوه على البوكس برضو نفس الموضوع اتعمل جوه العربية البوكس، وبعدين راحوا اسم تاني مدينة نصر. ورغم الكشف عما يتعرض له الشويخ من انتهاكات، تواصل سلطات الانقلاب تعذيبه الذي ازداد بعد نشر قصته في وسائل الإعلام. لكن من كتر العذاب ومن كتر الظلم اللي احنا شفناه بصراحة يعني فاض بينا قوي قوي. والتعذيب في سجون الانقلاب بات ممنهجا بحسب مراقبين من أجل انتزاع اعترافات وتلفيق تهم للمعارضين من قبل أفراد شرطة، يرى مراقبون أنهم تربوا على عقيدة أن المعارضة هي العدو الذي يجب قمعه بشتى السبل، على غرار فيلم البريء الذي يحكي قصصا حقيقية كانت تحدث في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، عادت مرة أخرى بعد الانقلاب العسكري لتعيد معها عقارب الساعة إلى الوراء. حسين أباد ابن عمو ده لا يمكن يكون من أعضاء الوطن أبدا. ممتنع عن تنفيذ الأمر؟ مش ممتنع ولا حاجة، بس أنا عايز أفهم حضرتك على حاجة. ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول سلمى أشرف، مسؤول ملف مصر الحقوقي في منظمة Human Rights Monitor. أستاذة سلمى أهلا بك، ويعني خلينا أسألك الأول، هل وثقتم انتهاكات ضد حقوق المعتقلين بشكل رسمي وما أنواعه؟ بالفعل احنا وثقنا حالات كتيرة ضد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين، أنواعها كانت التعذيب داخل السجون ولدرجة تكسير الضلوع، ويعني وصلت في حالات للشلل التام زي حالة أماني حسن، وثقناها وأرسلناها للأمم المتحدة وللمقرر الخاص بالعنف ضد المرأة والمقرر الخاص بالتعذيب، وحالات أخرى منها اغتصاب للشباب وأيضا اغتصاب للبنات، ولكن
في حالات معينة مش مسموح ان احنا نتكلم بيها نظرا لسرية المعلومات، او ان الاهالي مش بيكونوا سامحين ان احنا نتكلم بيها، فبيتم استخدامها بشكل سري. طيب أستاذة سلمى، هذا يدعونا للسؤال، هل الفضح الإعلامي لهذه الانتهاكات يعني من الممكن أن يزيد شراسة الانتقام من قبل السلطة الانقلابية، ولا هذا الفضح من الممكن أن يحد من هذه الانتهاكات؟ أنت شايفة إيه اللي حصل على أرض الواقع وليس تحليل للمشهد؟ يعني هي سلطة غير شرعية، فبالتالي هي بتقاتل بكل شراسة كل جميع المعارضين وبتقمعهم بجميع الأشكال. الفضح هو مش هيقلل من التعذيب، التعذيب موجود كده كده، لكن الفضح هو ممكن يخليهم، المفروض هدفه ان هو يحرجهم قدام العالم، وان هو يخليهم يخافوا من انه يكون عليهم تتسحب معونات معينة، او يكون في فرض لقيود معينة او عقوبات، او مثلا تتسحب منهم عضوية في الأمم المتحدة، أو توقف عضويتهم زي ما حصل في الاتحاد الأفريقي وغيرها من يعني طرق الفضح. يعني في الأمم المتحدة بيجتمعوا كل 3 شهور وبيناقشوا أحوال كل دولة والانتهاكات التي تحدث فيها وتسليط الضوء على الانتهاكات. يعني 27 دولة لما تعترف أنه اللي بيحصل في مصر دي انتهاكات عظمى ضد حقوق الإنسان. طيب سلمى، خلينا نستمع أو نحاور أم السيدة والدة عمرو ربيع المفقود منذ 11 مارس. و ست أم عمرو، أهلا بك معنا، ويعني حضرتك ممكن تحكي لنا قصة اختفاء عمرو، وهو فين دلوقتي؟ لحد دلوقتي آخر حكايته إيه؟ هو عمرو ربيع اختفى من يوم 11/3 يوم الثلاث، كان رايح يقابل واحد زميله في ميدان رمسيس، وفي 2 من زمايله شافوه بيختطف وبيقبض عليه من قبل شرطة بزي مدني وبزي رسمي، وضربوا زميله بضرب قاسي، وعامل ضربوه وأهانوه ومسكوه. شرطة بزي مدني وزي رسمي، يعني كان في مدنيين وكان في يعني بيرتدوا زي الشرطة في الناس اللي خطفوه كده. اللي خطفوه اللي شاهدوا كده زمايله اللي هم شافوه. بعد كده حصل ايه؟ بعد كده ما بلغناش، ان هم اللي شافوا من الرعب اللي حصل، يعني زي جات له زي صدمه كده، وبعد كده كتب على الفيس ان عمرو تم القبض عليه ولم يتم لونه جامد بين ايديهم. والله احنا طبعا الكلام ده ما عرفناهوش الا من زمايله بعد يومين، انه قعدوا يدوروا عليه في كل مكان، واحنا بنتكلم بندور عليه لان كان لسه عندنا وخرج. دورنا عليه واتصلنا بكل اصحابه لغايه ما عرفنا ان هم فعلا تم القبض عليه بالطريقه دي المهمه من ميدان رمسيس. بعد كده عملنا بلاغ للنائب العام، والده راح للنائب العام وعمل بلاغ رقم 55-78 للنائب العام باختطاف ابني، بيتهم وزير الداخلية وأسامة الصغير اللي هو مدير أمن القاهرة بصفاتهم وشخصهم، على أساس إن ابني إلى الآن لا نعلم عنه شيء. بحثنا في كل الأقسام، المحامين راحوا في كل حتة، مالوش أي أثر ولا نعرف اصلا هم اقتلوه فين. طب كان في ناس بتتكلم ان هو ان في انباء عن وجوده في سجن العزولي وان هو بيتعذب تعذيب شديد، هل انتوا تاكدتوا من هذه المعلومات او حاولتوا الوصول لحقيقه هذه المعلومات؟ المعلومات دي وصلتني بعد اكثر من اسبوع، واحده زميله ليا ما كانش تعرف حتى نشاط عمرو في الكليه والنشاط الخيري واللي هو يعني بيعمله، وجت عندي وعرفت الموضوع بسبب وسيمي. تاني يوم بتتصل بيا بتقول انا عرفت عمرو فين، عمرو السجن العزول، وقالت لي شفاط ان في واحد كان هناك خارج من السجن وبلغ الناس اللي هو يعتبروا قرايب اهل زوج بنتها، عشان كده ما رضيتش تقول لي مين، وقالت لي شفاط محدش يعرفها خالص، ان هو عمرو يعني نشاطه ايه وكان لابس ايه وكده، وهو عمرو ربيع بتاع حركه احرار. فتاكدت ان كلامها صح، انا بلغت المحامي اللي هو بتاع حركه احرار، وهو فعلا دحس وطقس بطريقته لغايه ما قال لي تاكدنا، واعلن في بيان رسمي على صفحه المكتب الحقوقي المكتب احرار ان عمرو فعلا في سجن العزولي، هو تقريبا والشاب اللي هو قبضوا عليه معاه من ميدان رمسيس. طيب موضوع يعني شكوتكم للنائب العام، هل لم تحرك ساكنا في البحث عن عمرو؟
لم تحرك ساكنا على اكثر من شهر، من احنا من برازيل من 15/3 لسه ما بعتين والده النيابه بعت تاخد اقوال والده في الشكوى والبلاغ يوم الاثنين اللي فات 14/4 وامبارح اخذوا اقوال الشهود لسه، بس بعد شهر واسبوع يعني دلوقتي احنا دخلنا في الاسبوع السادس لغايه دلوقتي انا مش عارفه ابني حي ولا ميت، بيعذر عشان يتهم بتهم يعترف بيها وهو مش هيعترف اصلا. ابني الحمد لله إن لا يقول الا الحق ويثبت على الحق، لكن نفسي افهم ليه مش راضين يزوروه؟ ليه قبل ما يزوروه مش هو ده الاستفتاء اللي هم استفتوا عليه؟ مش هو ده الدستور اللي قالوا عليه بيحمي الحريات؟ اي حريه؟ ابني ما عرفش عنه حاجه، ازاي انام وابني مش عارف هو فين؟ بياكل بيشرب بيعذب، عايزين منه ايه؟ لو مقبوض عليه بتهمه رسمي طب ما يزوروه، يزوروه ونجيب له محامي، لكن ازاي؟ لغايه دلوقتي على فكره انا رجلي تعبانه جدا ورغم كده بحسب المحامين كله بحسب الاقسام وهنا وهنا، انا رحت بقى مصلحه السجون والراجل على الكمبيوتر ماشي بقى مستغرب، لا اسم ولا قضيه ولا اي شيء لدين عامر ربيع ولا اسم مذكور اصلا. ولما الامن بكيت وزعقت قال لي طب روحي الامن العام، رحت الامن العام نفس الوضع، قال لي يا امي احنا ما بنقبضش على حد هنا، راح مكلم الضابط جوه وقال له في كذا ام واب بيدوروا على ابنهم لابس اسمه كذا كذا، فقال لي امي بيقول لك لا. طيب ام عمرو خليكي معانا لو سمحتي في الحقيقه، يعني قلبنا معاكي. انضم الينا في الاستوديو الان الاستاذ سامح البرقي، الدكتور سامح الناشط الحقوقي والباحث في علم الاجتماع. دكتور سامح، بدايه يعني كيف نوصف هذه الانتهاكات؟ يعني ام مش لاقيه ابنها اساسا، يعني بتقول لو له قضيه او له عليه تهمه حكموه بيها. ومفهوم التعذيب ومفهوم الانتهاكات ايه عشان نعرف فين الحق وفين الباطل في القانون في بلد يبدو ان الخصم والحكم فيها اصبح واحد. وبداية يعني بنقول لأم عمرو احنا كلنا معاها وان شاء الله يعني لن يتوقف العمل الحقوقي حتى نستعيد لها ابنها او نطمئن عليه. ابتداء مصر وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب اللي نفذت من عام 87. اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة الأولى منها اللي ملزمة لمصر بتقول فيها ان التعذيب هو أي عمل ينتج ألما أو عذابا جسدي أو عقلي للشخص اللي يعني بيتم تعذيبه، وهذا بهدف إرغامه على اعتراف او قول معلومه او تخويفه او تخويف شخص اخر، لان بيحصل في مصر ان تختطف الزوجه او الابن او الصديق ويتم تعذيبه لاجبار الشخص على الاعتراف. وبتنص الماده تنص الاتفاقيه في الماده 2 ان لا يجوز التذرع بالقيام بهذا التعذيب تحت دعوى بنص الاتفاقيه اللي مصر موقعه عليها بدعوى عدم الاستقرار السياسي او حاله الطوارئ او الظروف الاستثنائيه او حاله الحرب، حتى لا يبيح هذا ان يقوم بالتعذيب اشخاص ذوي صفه رسميه تلحق حتى ولو حتى الما معنويا ارهاب حتى يعني نعم بنص الاتفاقيه في الماده 2 اللي موقعه عليها مصر من الثمانينات. هذا المفهوم يعني وانا اراجعه قبل ما اتي للحلقه تذكرت ان احنا كنا لما بنعتقل ويطلع نطلع ونطمئن على بعض فنقول له يعني حصل فيك ايه يا فلان، كان يبقى الرد فعلا لا الحمد لله ربنا سترها، ما كانتش كهربا كتير، ما تعلقتش غير ساعتين. فجزء من الاهداف لما تفعله يعني اجهزه يعني ادوات القمع للسلطه انها حتى تبتسر حق الناس في الكرامه، يعني اساس يعني في كل وثائق الامم المتحده متفقه ان اساس الحريه والعداله في العالم هو الايمان بالحقوق المتساويه للجميع دون تمييز. لما عمرو دلوقتي زي والدته ما بتحكي ان بيتم توقيع هذا التعذيب عليه لاعترافه ان ينتمي لحركه اسمها حركه احرار، هذا هو عين التمييز. طب التغييب نفسه ما دي نمره 2 بقى، لان احنا المفترض يعني ان هو في عندنا نيابه وقضاء ما بيقوموش بدورهم، انه من حقهم التفتيش على اماكن الاحتجاز، وهذا من الحقوق التابعه في حين الاحتجاز. يعني لو افترضنا ان في شخص فعلا متهم بجرم فمن حقه الاحتجاز في مكان مخصص للاحتجاز، من حقه الاتصال بمحاميه من اول لحظه، من حقه اعلان ذويه بمكانه، من حقه رؤيتهم مره في الاسبوع على الاقل، من حقه الدفاع امام النيابه والقضاء وتمكينه من رؤية الأدلة اللي هو بيحاكم بها ضده. كل هذا يخفى بحركة واحدة أنه يوضع في مكان غير مخصص لاحتجاز وبالتالي لا يوضع في الداتابيز زي ما هي أم عمرو دورت عليه. مش موجود من الأساس. بل أزيد حركة على كده، أنا أتذكر في أواخر الألفينات لما قمنا بحملة قوية ضد التعذيب
فتم تحركت إدارة نيابة واحدة وفعلا ذهبت مع أحد زملائنا للقسم. فما كان منهم الإخبارية جت من نيابة، جماعة إحنا جايين، قاموا خرجوا كل المحتجزين اللي داخل القسم، خرجوهم في ترحيلة عشان التفتيش، يعني حتى لو إحنا عارفين هو فين يستطيعوا. طب إذا كانت هذه بنود الاتفاقية اللي وقعت عليها مصر، اتفاقية مناهضة التعذيب، فما هو الواقع الذي تعيشه مصر الآن؟ ربما يجيب على هذا السؤال هذه الحالات التي رصدها الأستاذ هيثم غنيم الناشط الحقوقي، هو معنا الآن عبر سكايب من القاهرة. أستاذ هيثم، يعني هناك محاولات لفضح تلك الانتهاكات عبر الشاشات وعبر بعض الصحف أو عبر الإعلام الحر أيا كانت وسائله، هل هذه الفضائح أو الفضح الإعلامي والحقوقي لتلك الانتهاكات زود تلك الانتهاكات، ولا يعني كبح جماحها وخلاهم يعني يتلموا شوية؟ أستاذ هيثم، هل تسمعني الآن؟ أستاذ هيثم، أستاذ هيثم، نحن نسأل إنه بعد هذا الفضح الإعلامي والحقوقي لتلك الانتهاكات، هل زادت حدة الانتهاكات ولا قلت؟ طيب أعود للأستاذة سلمى أشرف بنفس السؤال، مسؤول ملف مصر الحقوقي في منظمة Human Rights Monitor. أستاذة سلمى، يعني بعد ما بنتكلم على حالة مثلا زي حالة عمر الشويخ أو عمرو ربيع أو محمد وجيه أو كريمة الصرفي، هل الانتهاكات بتزيد في حقهم بعد الحديث عنهم في الإعلام، ولا السلطة من الممكن أن تعيد حساباتها وتقول لا إحنا يعني ممكن يعالجوا الأمر؟ لا هي بتزيد للأسف الشديد، بتزيد كل ما نسلط ضوء على حالة معينة بيزيد التعذيب أو سوء المعاملة، أو بيتم معاقبتهم بمنع الزيارة أو منعهم من محاميهم أو الاتصال بالعالم الخارجي وإخفائهم في أماكن، أو حتى اللي بيتم تعذيبهم بيتمنعوا من أن هم يتعرضوا على الطبيب أو يتلقوا رعاية طبية. ولكن بالضغط المستمر في حالات بتطلع، يعني بيضطروا في النهاية ان هم خلاص العالم كله شايفهم، اتفضحوا، مفيش يعني الحالات اللي جوه دي مش داخلة على اي اساس قانوني ولا قضائي، ويعني مفيش اي محاكمات، فبالتالي بيطلعوا بالضغط زي بنات 7 الصبح واماني الخياط واماني حسن وجهاد الخياط ودهب عبد العال وماريا متولي وغيرهم ايضا من الشباب. احنا مش حابين ان احنا نذكر الجميع لانه في ناس بيتم استهدافها بعد حتى ما تخرج، او ان هم يرجعوا يفتحوا القضايا او ما يقبلوش، يعني يعملوا استئناف وما يقبلوش البراءات او غيرها من الاشياء. نعم طيب. احنا يعني الاعلام مهم جدا بالنسبه لنا ان هو يمشي بجانب الجانب الحقوقي، يدعمه وينشر القضيه في الحالات اللي بيتم السماح بيها من الاهل انه يتم التحدث بها اعلاميا. لكن أنتم وثقتم كثير من الحالات، تنتظرون فقط النور الأخضر من أصحاب هذه الحالات وأهاليهم حتى تصرحوا بها من تلك الانتهاكات سواء من اغتصاب أو تعذيب. عاد إلينا الأستاذ هيثم غنيم الناشط الحقوقي. أستاذ هيثم، أسألك عن الحالات التي رصدتموها حتى الآن بالرغم من يعني فضح تلك الانتهاكات في بعض وسائل الإعلام ومراكز الحقوق. طيب احنا عندنا حالة عنصرية ونائب هشام بركات النائب العام حتى الان تأجلك أشهد ان هو يفتح فيها تحقيق، وكانه هو مش بيمثل صوت الشعب واداه الرساله على الحكومه، لا هو اصبح الان اداه في ايد الحكومه بيدير المفروض على اخطاء. عندنا حاله استاذ محمد وليد تم تعذيبه، عندنا في تقرير طبي طالع ان هو عنده دموع مكسوره في صدره، عنده ايد مكسوره، عنده ايد فيها كسر، ومع ذلك حتى الان ما اتعرضش على مستشفى علشان يتعالج ولا حصل تحقيق ازاي الكلام ده يحصل له اثناء ما هو اثناء احتجازه في اسم ولايه دكرور. عندنا حاله عمر الشويخ بعد ما تم اتفق القضيه على بعد ما اتكلمت عنها جريده الجارديان، النتيجه ان لمده سنين متتاليه اتمنع عنه الزياره كنوع من انواع العقاب والتحدي من صفه اسم في مدينه مصر للاعلام والمنظمات الحقوقيه، يعني له رساله بسيطه ببساطه جدا اخبار راسه في. تمام، نيجي نتكلم بقى عن عمرو ربيع هو الوحيد المختفي؟ لا، مش عمرو ربيع الوحيد المختفي، عندنا محمد رمضان مختفي ده اتقرب عليه مع عمرو ربيع، عندنا مالك التاخد من مختفي الشرقيه برضه مختفي، عندنا دكتوره سميه حمدي التاخد برضه من الزقازيق
اساسي كلهم بيتنشطوا ان هم سجن العزوز. فبعدين انا بس عندي سجن عزوري او عندي ناس قاعده في سجن عزوري، في بعض اهالي هنا خرجوا من سجن عزوري في مصابه اي حد تروح معاهم، ناس خايفه جدا ان هي تتكلم. السؤال هنا بيفاض، هو ايه اللي بيحصل في السجن العزوري يخلي الناس مرعوبه جدا ان هي تتكلم عنه؟ السجن ده ما ينفعش تدخل عليه، ومش من سلطه المجلس القومي ان هو يروح يسمع التفتيش. طيب يعني استاذ هيثم، يعني هل هناك استهداف لمتابعي قضايا الانتهاكات زي حضرتك زي الناس الحقوقيين اصحاب الاراء الحره والاراده الحره؟ كل الناس اللي قاعده متكلمين عن خلق اللقاء عن كشف محلف الاغتصاب وسوق هذه البنت وكشف موضوع سجن العزوري، انا حصل في حد من الاخطاء عندي في منزل الاسره، ودي لمده يومين متتابعين، كان في ناس بتقعد تنتظر قدام البيت ان انا ارصدني. طبعا انا يعني ما كنتش موجود ساعه ما جم سالوا، ف ولا والدتي ساعتها فتحت جزاز، لكن هي شافت شخص بيرتدي قميص وبنطلون وباين على هيئته يعني ان هو شخص امن، يعني ان هو خبط حتى على جرامبا وعرفهم بهويته وقال لهم انا بسال عن شخص بيسرق وهو ساكن في الشقه دي، فقالوا له اه طب هو موجود؟ لا هم مش موجودين دلوقتي. فطلع على السلم قعد يبص على فوق وتحت على السلم، وانا البيت كل ده كانت شايفاه من الناحيه بتاعت البيت، يعني هي رفضت انها تفتح وتظهر ان هي موجوده. بعد كده اتكلم الصبح واحد من مش من الشارع عندنا كان قاعد مستني تحت العماره، فضل قاعد مده طويله جدا. وبعديها بيوم نفس شخص جديد انتظر برضه تحت البيت، قالوا اخر النهار كان كمان في حد كمان. طبعا عشان الشارع عند السكان معروفين، فمعروف من الغريب اللي بيخش واضح كده، يعني شكل واضح كده يعني في متابعات ومطارده ورصد، يعني على حد وصفك لهذه الـ 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 الاليات في المتابعه. اعود للاستاذه سلمى اشرف، مسؤول ملف مصر الحقوقي في منظمه هيومن رايتس مونيتور. استاذه سلمى، يعني ايه اللي انتم تعملوه في المرحله القادمه ازاء تلك الانتهاكات؟ هو ان احنا بنقوم بتوثيقها وارسالها لاليات الامم المتحده المختلفه وارسالها للمنظمات الحقوقيه الاخرى لتسليط الضوء عليها وارسالها للاعلام ومحاوله رفع قضايا امام الجنائيه الدوليه وامام المحاكم ذات الولايه القضائيه لفضح جميع الجرائم ولمحاكمة جميع المسؤولين نظرا لانهيار المنظومة القضائية في مصر، ولأن القضاء أصبح مسيس والنائب العام أصبح يتخذ مسارا سياسيا واضح جدا ولا يحقق في أي من المحاكم في أي من القضايا، وعنده مجازر كثيرة جدا وحاجات تانية بنشوف فيها، يعني المجازر اللي حصلت كلها أكتر من عدد كبير جدا من المجازر لحد النهاردة حصل ما تمش التحقيق في أي مجزرة فيهم، والمجزرة اللي هي عربية الترحيلات أقصد تم الحكم فيها بسنة الواحد والباقي أخدوا إخلاء سبيل، يعني وشفنا فيها انه الافلات من العقاب مخلي الضباط موجودين داخل قاعه المحكمه بيضحكوا مستريحين. نعم. فانتشار ظاهره الافلات من العقاب ده المفروض ان هو يواجه بمحاكمات خارجيه. شكرا لك سلمى اشرف، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من اسطنبول، مسؤول ملف مصر الحقوقي منظمه هيومن رايتس مونيتور. طيب نشوف راي الناس مع عمر فياض، ازاي تواصل معك في هذه القضيه؟ كثير من الآراء أيمن أبدأها بهذا الرأي لمصطفى ويقول فيه: يا ما في الحبس مظاليم كانت مجرد جملة بتتقال لكن دلوقتي بقت أسلوب حياة. أما عن تعليق لأحمد يقول: دي ما بقتش جمهورية الخوف، دي بقت بيت الرعب. تعليق لخالد يقول: الانقلاب إلى زوال والشعب بطل يخاف وملعون أبوك يا سكوت لو كنت يوم الحل. هكذا يصف خالد. أما عن إسلام يقول: جمهورية إيه؟ دي غابة الخوف. أما عن تعليق أخير على فيسبوك لأبو عمر يقول: خلاص الخوف انتهى، الشعب فهم حقوقه وعرف أنه لا تراجع ولا تفويض. أما عن تعليقات تويتر، فعلى تويتر لهذا الحساب يقول: ما يحدث في السجون هو محاولة لزرع الخوف من جديد في قلوب الأحرار، لأن العبيد أصلا خائفون بالفطرة. أما عن تعليق لحمادة يقول: وهل يعرف الانقلاب لغة أخرى غير لغة البطش؟ لا أظن. أما عن تعليق لماهر يقول: فيه تكريس لجمهورية البلطجة واللا قانون. هكذا يقول ماهر
أما عن تعليق لمحمود يقول فيه: هذه الهانات لم تكن بهذا الحجم، ولكن الناس خرجت يوم 30 يونيو لتعيد الإهانة للمواطن المصري. يصف أن من خرجوا في 30 من يونيو خرجوا من أجل الإهانة فقط، هكذا يصفها محمود. أما محمد يقول: حاجز الخوف انكسر ويا إحنا يا عصابة العسكر في مصر. كان هذا آخر تعليقات تويتر أيمن، إليك مرة أخرى. شكرا لك عمر. طيب دكتور سامح البرقي ناشط الحقوق والبحث في علم الاجتماع، يعني ما هو الناس اللي بتتكلم بتتبهدل وبيتم مطاردة حتى الحقوقيين اللي كان يعني بتخاف منهم شوية، النهاردة ما فيش حد، هذا بيقولوا في البلد ما بيوقروش لحد يعني. صحيح. طب الأفضل إيه، إنه يتكلموا في أصحاب الانتهاكات يتكلموا، ولا الأفضل إن هم يسكتوا ويتم يعني الدفاع عنهم من خلال ساحات المحاكم وما إلى ذلك؟ ما هو أنا عايز أسأل السؤال المعكوس، هل السكوت عن النشر والتوثيق سيوقف التعذيب؟ يوقف التعذيب؟ لا يوقف التعذيب. التعذيب مستمر وممنهج ومكمل، وهو يعني سياسة ثابتة للداخلية من قبل ثورة 52، مش من قبل ثورة 25 يناير. إذا الحل الوحيد إن احنا ندعو لكل من يكون له مظلوم أنه يقوم بتوثيق ده بالكتابة عنه، إذا خرج يصوره بالفيديو يحكي ما حدث له، نجمع ده، نعمل قوائم واضحة ونعمل داتابيز لكل ده. احنا عندنا 22 ألف معتقل في الثمانية شهور السابقة، لو 5% منهم بس وثقناهم، يعني 1000 حالة تم إبرازهم ونشرهم وتوثيقهم للناس، ده أكيد هيوقف. ده يبقى أكيد يعني الخصم والحكم واحد، مين هينصفك؟ يعني تقدم ده لمين؟ السؤال ده اتسأل لما طلعت في فيديوهات التعذيب في 2010 لما وائل عباس نشرها، وكانت الإجابة بعدها بشهور قليلة ثورة اتجهت لمقر الداخلية ووقفت وكسرت الداخلية في ثلاث أيام. الرهان الوحيد على الناس، مش على السلطة اللي دلوقتي، يعني احنا مش لسنا منتظرين. آخر حاجة كانت النهاردة صباحا ان احمد جمال وزير الداخلية السفاح منسقا داخليا لحملة السيسي، يعني السلطة بهذا الشكل تتشكل، أنا مش براهن عليها، أنا براهن على الناس. كلمات السلطة المضللة الكذبة في وجه حقائق ووقائع بنحكيها للناس، أشخاص لحم ودم بيتعذبوا ومختفين وبندور عليه، وبالتالي الحقيقة أمام الكذب. يعني لا، أنا لا أرى مسارا آخر نسير فيه. شكرا جزيلا لك دكتور سامح البرقي الناشط الحقوقي والباحث في علم الاجتماع، كما أشكر كل ضيوفي الذين شاركوني في هذه الفقرة، وطبعا الشكر الجزيل للسيدة والدة عمرو ربيع المختفي والمفقود منذ 11 مارس حتى الآن على أنها تشارك وتدافع عن قضية ابنها بكل يعني قوة وبكل إرادة. عرضنا في مصر الليلة متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، فتحت الجلسة، تفضلوا. قضاة يخطئون في نطق اللغة العربية ويسخرون من متهمين ويشيدون بآخرين، مشاهد كوميدية في محاكم العدالة الانتقائية. الأقوى والأسرع، خلي بالكوا بقى، ده هتحبوا الحاجات دي، الأقوى والأسرع في علاج أعراض البرد والتهاب الجيوب الأنفية. دواء يا فندم ده اسم دواء. من نوادر القضاء الشاخط أن يصرخ الجالس على المنصة في المحامين قائلا: مع السلامة، اللي عايز يمشي يمشي، أو يدخل في مشادة مع متهم حاصل على أعلى الشهادات العلمية قائلا له: اخرس، أو يسخر من متهمين غائبين بقوله: قولوا للعريان والبلتاجي إنهم وحشوني، أو يخاطب رئيسا منتخبا مستهزئا: اسمع يا مرسي، أو يتلذذ بفقرة فض أحراز قضية تخابر قائلا عن أخطر أدوات الجريمة: الأقوى والأسرع في علاج أعراض البرد والتهاب الجيوب الأنفية، فيتضح بعد ذلك أنه دواء للحنجرة. أما عن عجائب القضاء الناعم، أن ينادي القاضي على وزير داخلية قامت ضده ثورة شعبية قائلا: يا حبيبي، أو يعتذر لابن مبارك بقوله: آسف، معلش، سامحني. فهل تحولت المحاكمات إلى فقرة كوميدية مفتوحة يتداوى نشطاء التواصل الاجتماعي قفشاتها ونوادرها وخناقاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. تفضلوا. بهذا اللسان غير الفصيح افتتحت جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي لم تنتهي حلقاتها منذ بدايتها في الذكرى الثالثة لجمعة الغضب. فلائحة الاتهام طويلة بما يكفي لمد أجل المحاكمات، بداية من التخابر مع حماس ومرورا بالهروب من السجن ووصولا إلى أحداث الاتحادية وغيرها من التهم. محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. منذ الوهلة الأولى ظهرت المفارقة الساخرة ما بين محاكمة رئيس أطاحت به ثورة شعبية اعتبر أن محاكمته ما هي إلا مجرد فصل تاريخي سينتهي ببراءته، وبين محاكمة رئيس أطاح به انقلاب عسكري رغم شرعيته الانتخابية. أنت مين علي؟ أنت علي ما نفهم؟ أنا رئيس محكمة جنايات مصر. مبارك بدأ مستكينا على سرير طبي يخجل من النظر إلى الكاميرا، ومع مرور الوقت وتطور الأحداث في الشارع استعاد بعضا من ثقته بعد علمه أن نظامه يعاود السيطرة من جديد. ومع بداية الجلسات وفض الأحراز ورغم اتهامات وجهت للنيابة في ذلك الحين بالتقاعس، إلا أن أحراز قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير احتوت على أسلحة قنص وفوارغ طلقات وجهت إلى صدور المتظاهرين. أما على الجانب الآخر في محاكمة مرسي، فإن النيابة نفسها لم تجد من الأحراز الخطيرة في القضية سوى دواء لعلاج البرد حذر القاضي المحامين قبل فتحه من المفاجأة القادمة. سينالج مكتوبة بالعربي، أنا ما أعرفش إيه دي. الأقوى والأسرع، خلي بالكوا بقى، أنت هتحب الحاجات دي. الأقوى والأسرع في علاج أعراض البرد والتهاب الجيوب الأنفية. هزلية المشهد القضائي لا يكملها إلا هزلية الإعلام الذي تناول هذه الواقعة مع غيرها من أحداث تعمد القاضي فيها إهانة المتهمين على سبيل الشجاعة والفخر. بيعرضوا أحراز أخرى، فالقاضي قال له إيه؟ قال له يا محمد أنا عايزك تشوف كده، أنا عايزك تشوف. ذكر قاضي ذكر مرسي داخل قفص زجاجي لا يستطيع أن يرد على الاتهامات، ومبارك بكامل زينته ممسكا بنظارته السوداء مرسلا قبلة في الهواء لإحدى أنصاره. امرأة معصوبة العينين لا تعلم ما في يمينها ولا يسارها، رمز القضاء، لأن المنطقة أن الطرفين في المحكمة هما المتهم والنيابة، أما القاضي فقراره لا يعبر عن رأيه. إن الشعب المصري العظيم قد اتجه يوم 30 من يونيو والثالث من يوليو عام 2013 إلى كافة الميادين الكبرى في جميع محافظات مصر بهتافات وأناشيد. كانت هذه كلمات قاض في محكمة جنايات الدقهلية بعد أن كال الاتهامات لمناهض الانقلاب أصدر حكما بالسجن لعشر سنوات في قضية توصف بالبسيطة، فيما آثر قاض آخر بنبرة باكية قبل أن يمنح سق البراءة لعدد من كبار قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، آثر أن يعتذر لهم ويناشدهم العودة إلى العمل لحماية مصر من المخربين. أنا بعتذر لكم من كل الإهانات اللي لحقت بكم، أنتوا ناس محترمين، وأنا بناشدكم إن أنتوا تعودوا لعملكم لو كان حد فيكم هيرجع لعملكم ويواصل عمله تاني في حمايتنا وحماية مصر في المخربين. انضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي والسياسي الأستاذ محمد القدوسي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا. وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية من تركيا المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ نزار غراب. وأبدأ بالأستاذ نزار أولا عشان نعرف الناحية القانونية، كيف يخاطب القاضي المتهم مبدئيا في القانون؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يفترض طبعا من الناحية القانونية أنه القاضي هو جهة معنية بإقامة العدالة وبيطبق كافة النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حماية الموجه إليه اتهام، وعلى رأسها المبدأ المعروف أن المتهم بريء
حتى تثبت إدانة. طيب ما هي المحظورات في هذا الخطاب؟ أي خطاب؟ خطاب إذا ما تحدث القاضي مع المتهم، إيه اللي محظور على القاضي؟ ما هو لو كلمنا عن معايير العدالة الدولية والتي جاءت بنصوص الاتفاقيات الدولية بالأمم المتحدة، كما جاءت بالميثاق العالمي للقضاء والإعلان العالمي لاستقلال القضاء، حنجد أنه عنصر مهم جدا من عناصر هذه المعايير الحياد. والحياد هو الذي يعبر عنه القاضي في إدارة الجلسة وفي حواره مع المتهمين، ألا يظهر عداء ولا يبدي تعاطف، دي أولا. ثانيا أنه التصرف بطريقة تعزز مصلحة الطرف على الآخر، ده يمتنع على القاضي لأن هذا يتنافى مع الحياد. كذلك عدم تشكيل رأي مسبق. الحقيقة كل هذا مهدر في المرحلة الأخيرة في كافة المحاكمات، يعني فيما يتعلق بتشكيل رأي مسبق، إذا كان هو أصلا بيتم تشكيل دوائر بعينها مخصصة قضاء مختارون لكي ينظروا هذه الدعاوى بعينها، فطبعا ده له دلالة تهدر مسألة أنه عدم تشكيل رأي مسبق. طيب، لأنه هذا ينافي الحياد. طيب، وكما أرحب أيضا، اسمح لي أستاذ نزار، أتحول إلى الأستاذ منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية وهو معنا عبر سكايب أيضا من القاهرة. أستاذ منتصر أهلا بك. وفي الحقيقة احنا يعني عايزين نعرض ما شاهدته من هذه المواقف الآن على القانون وعلى حق المتهم داخل ساحات المحاكم وأيضا حق القاضي، يعني كيف ترى، كيف تقيم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وحيي أخي محمد القدوسي، معك أخي نزار هناك في اسطنبول. معيار العدالة إذا اختل في خطاب القاضي مع المتهم، إذا نال منه من اعتباره، إذا فقد الهيبة الحيدة، إذا خاطب القاضي مع المتهم بما يخل من كرامته ومن اعتباره، يسخف منه أو يسخر أو يهزأ أو يتعامل معه بما لا يليق، كل هذه تفقد القاضي حيبته. ولذلك حينما اشترط القانون شرائط في حيبة القاضي بمجرد الميل والهوى، الميل والهوى يكفي أن يشعر المتهم بأن القاضي غير عادل غير محايد، ويوجب له أن يتخذ إجراءات لرد هذا القاضي وتنحيته عن نظر الدعوة. لذلك يبحثون الآن في غالي يد المتقاضي المظلوم المقيد خلف القضبان حتى لا يستخدم الحق الراسخ المستقر في قانون المرافعات وقانون الإجراءات منذ نشأة القانون في مصر. يعني يريدون الآن في هذه الزوفة التي يستصدرون بها التشريعات، يريدون منع المتهم من استخدام حقه في رد القاضي. طيب خلينا أسأل، أذكر طب أستاذ منتصر، تذكر يبقى هناك واقعة تريد أن تذكرها، والواقعة مهمة جدا. يعني القضاء العظيم في ما سبق قبل، يعني كنا الحمد لله كنا ممن أدركنا شيوخ القضاء الحقيقي في السابق من الزمن، القضاة العظام. أنا أذكر أن القاضي كان يحاكم الدكتور عمر عبد الرحمن، وفي أول جلسات محاكمته أمر الحرس إحضار كرسي لأنه كانوا وضعينه في زنزان في قفص بلا جلوس، فأمر القاضي بكرسي يجلس عليه المتهم. هذا هو القضاء الذي يحسن مرعياته أن يحسن معاملة المتهم، فالمتهم دليل حتى نعم. طيب، فتدنته مش رئيس دولة يناديه محمد يا مرسي. طيب، أنا سأضع أيضا المشهدين أمام الأستاذ الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي وهو معنا الآن أيضا عبر الهاتف من القاهرة، ولكن ربما بعد قليل. أستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي،
تقيم الموضوع ده ازاي يعني الاستاذ؟ يعني في مشهد مفزع ومزعج. بعد التحيه لكل الاخوه والاساتذه الدكتور شوقي والاستاذ منتصر الزيات والاستاذ نزار غراب، في مشهد مزعج جدا لما القاضي قاطع احمد قناوي، الاستاذ احمد قناوي المحامي، وهو بيقول له انه اصبح مقتنع بان هذه القضيه ملفقه وانه دخل او قبل القضيه من اجل ان يؤكد لنفسه ما كان يرجحه من قبل، هو ان هذه القضيه كلها قضيه ملفقه، لا قضيه التخابر الملفقه للدكتور محمد مرسي. فكان يقول هذا امام القاضي، فالقاضي قال له يا سيدي خلص، يعني انت هتكمل القضيه ولا مش؟ ده كلام ينفع في سوق الخضار، بس اول ما يتقال انا بتكلم جد. الطريقه انا عايز كل الناس، المقطع على يوتيوب، انا عايز كل الناس ترجع تشوفه. واذا اساء القاضي الى نفسه والى منصه القضاء بل الى هيئه القضاء بهذا القدر، فكيف نعاتب على تقريعه وعلى توبيخه وعلى التشهير به؟ كيف نعاتب على فضحه؟ يعني اذا كان قاض لم يحترم نفسه ولم يحترم منصه القضاء ولم يحترم معنى القضاء الى هذه الدرجه. عايز اقول معنى القضاء ده بقى بلاش نتكلم في الاسلام، عشان في ناس إذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوبهم. خلينا أتكلم عن مصر القديمة، في تقاليد مصر القديمة، مصر التي يطلق عليها خطأ فرعوني. في مصر القديمة دي كان يجي واحد، كان في الوصايا للقاضي: لا ترفع صوتك على المتهم ولا تعنفه ولا تهز له رأسك كأنك تستعجله، لأنه ضعيف القلب وهو واقف بين يديك ينتظر العدالة. فإذا كان من تقاليد مصر القديمة التي لا تعرفها هذه العصابة، العصابة الحاكمة في مصر الآن اللي عصابة مبارك، اللي هم انت مندهش من انه بيتكلم حسني مبارك، لا ما هو اسمه بيتكلم حبيب العدل. انا لسه هسألك على المقارنة بين المشاهدين، يا عزيزي بيتكلم مبارك ازاي وحبيب دلوقتي حبيب العدل. انا عندي محمد ابراهيم اللي هو وزير الداخلية دلوقتي، عمل قد العمل حبيب العدل 10 مرات. ما انا لو ادنت حبيب العدل مرة هبقى ملزم بان انا دين محمد ابراهيم 10 مرات، او كانني اوحي للناس بان محمد ابراهيم فلازم يبقى حبيب العدل زي الفل، ولازم يبقى حبيب بيه، ولازم نقول ان احنا بنعتذر للضباط. هذه العصابه التي لم تنجح ويل لشعب لم يتم ثورته. نحن بدأنا ثورة في 25 يناير ولم نتمها إلى الآن، وعلينا أن نتلقى هذه الويلات وأن نعانيها حتى نتم هذه الثورة، وحتى نكنس كل هذه الطبقة الفاسدة في القضاء وفي الشرطة وفي الجيش وفي الإعلام وفي الاقتصاد. هؤلاء الذين عبر عنهم أحمد الزند لما قال إحنا سياد البلد واللي مش عاجبه يسيبها ويمشي. كلام جميل. هنشوف بقى هو أنتوا سياد البلد واللي مش عاجبه يسيبها ويمشي، ولا إحنا هنعرف نكنسكوا على بعضكوا علشان نحرر بلدنا من أمثالكم. هي دي المسألة. طيب بالعودة إلى الأستاذ نزار غراب البرلماني السابق والمحامي والناشط الحقوقي، هو معنا عبر الأقمار الصناعية من تركيا. أستاذ نزار، يعني الخصومة في نظر البعض واضحة بين القضاء، قضاة مصر، وبين النظام الدكتور محمد مرسي. هل لذلك أثر قانوني على إجراءات التقاضي؟ وماذا لو طلب المتهمون رد المحكمة ولم ترد المحكمة واستمرت إجراءات التقاضي؟ وهو معروف أن كل القضاة اللي هم شغالين في القضايا دلوقتي كانوا على خصومة مع نظام الدكتور محمد مرسي والقضايا مستمرة. هو للأسف الأمر في الفعل تحول، لأن اعتبر هذا هو خصم وحكم في آن واحد، وبالتالي فقد معيارا من معايير النزاهة للتصدي للفصل في مثل هذه الدعوة. يعني القضية اللي أعدم فيها 529 في ألمانيا، الزملاء المحامين مارسوا حقهم القانوني وحق المتهمين وفي اللي هو كفالة حق الدفاع، طالبوا أن هم يردوا هيئة المحكمة، ولكن المحكمة لم تلتفت أصلا لهذا الطلب. يعني فالعملية إجراءات التقاضي تدار بشكل فيه يعني لا احترام لا لنصوص الدستور ولا القانون، ولا احترام لأسلوب إدارة العدالة واحترام حقوق المتهمين واحترام المتهمين وعدم الانحياز إلى أحد الأطراف. يعني كل هذه المعايير مش موجودة بالمرة، وبالتالي نرى في المقارنة بين محاكمة رموز النظام السابق اللي هم في حالة ارتباط وثيقة وتبعية تنافي استقلال القضاء الذي كان ينادي به القضاء في عهد مبارك، فينفذون هذه التبعية في شكل هذه الأساليب في التعامل مع رموز هذا النظام، ثم يتعاملون مع النظام الذي أفرزته الثورة بالانتخاب والاختيار الحر، يتعاملون معه
بهذه الطريقة التي طيب لا تتلائم أبدا مع كونه. بالعودة إلى الأستاذ منتصر الزيات المحامي ورئيس اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي. أستاذ منتصر، وزير العدل ألف تصريح لليوم السابع أن نظام مرسي خطط للتخلص من 3500 من شيوخ القضاء، أيضا واضح للعيان أنه في خصومة بين نظام الدكتور مرسي وبين القضاء الذين يحاكمونهم الآن، ومنهم من طلب رد المحاكم ولم ترد. إيه هو الإجراء القانوني اللي ممكن ياخدوه بعد كده؟ ما هي المحاكم شغالة؟ نفس السؤال اللي سألته أستاذ نزار. يصعب أن أقول أو يصعب أن نجد إجابة ممكن أن تشفي الغليل في هذا، أو تشفي غليل المستمع أو المواطن الذي يريد أن يعرف ما الذي يمكن أن يجري. آفة الآفات حينما يشكل الأمر على المتقابلين والمتقابلين. لذلك أنا أقول أن المعركة الآن هي ليس مجرد المعركة الدفاع عن المتهمين المظلومين بقدر ما هي ينبغي أن تكون الدفاع عن العدالة، الدفاع عن القضاء، لأن القضاء المصري الآن على المحك. يشعر المواطن بخلل، المواطن المصري والمواطن العربي يشعر الحقيقة، هذا كلام فيه تزايد، يشعر المواطن بخلل عميق، وأن الثقة التي أولاها على مر العصور القضاء المصري الآن هذه الثقة تهتز بعنف، لأن الحقيقة التي لا يستطيع أن يكابر فيها مكابر أن القضاء المصري الآن على المحك. القانون لا يحترم الآن يعني، وهذه إشكالية. إذا كان القاضي من أهم المثالب التي ننهي فيها أن يعين القضاة في المناطق التنفيذية أثناء خدمتهم القضائية، هذه من أشد الخطورات التي ينبغي أن يمتنع عنها. القاضي لا يطبق القانون. يعني شكرا جزيلا لك، وأعتذر لضيق الوقت، الأستاذ منتصر الزيات المحامي ورئيس اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي، ولكن يبقى رأي المواطنين معك يا عمر. كثير من الآراء جاءت أيمن، بداية رأي لعمر عاطف يقول فيه: أكيد في تفرقة في نظام، فنظام مرسي إعدام للجميع، أما نظام مبارك فهو براءة للجميع، إذا مفارقات. حمدي أيضا يقول: هو فين القضاء المصري ده؟ إنه قضاء وقدر الشعب المصري، والحكم بعد المكالمة ساخرا من الوضع. أما محمد جمعة يقول: من قال أن مصر بها قضاء؟ يسأل أين القضاء؟ أما عن زهرة الحياة تقول: القضاء المصري شامخ من أيام سيدنا يوسف عليه السلام. أما عن تعليق لإيمان عبد الحكم تقول: لا ما فيش أي تفرقة، يدوب نظام مبارك براءة للجميع، ونظام مرسي الإعدام للجميع. نفس تعليق عمر. أما عن تعليق لماهر يقول فيه: لا فرق في المعاملة، فكلتا المحاكمتان تمثيلية، ولكن الأولى اشترك المتهمون من رموز مبارك في التمثيل فيها على الشعب. التعليق أيضا لحمدي يقول فيه: هو فين القضاء المصري ده؟ إنه قضاء وقدر الشعب. إنه نفس التعليق الأول. نذهب إلى تعليقات التويتر. على تويتر لصفي تقول: أساسا القضاء شمخ زيادة عن اللزوم، وبيمثل مشاهد أقل ما يقال عنها أنها مهزلة. أما عن تعليق لسهام تقول: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أما عن تعليق لمحمد عمر يقول فيه: اللي بستغربه بجد هو إزاي القاضي ده بعد ما يحكم بكام سنة وهو عارف إنهم مظلومين بيرجع وينام عادي، يا ترى هو فعلا عارف إنهم مظلومين ولا لا؟ هنا السؤال. أما عن حياة المحمدي تقول: القضاء بيمثل القانون، والقانون دايما ضد أي ثورة، لأن الثورة في القانون اسمها قلب نظام الحكم، فما فيش داعي للاستغراب. كان هذا أبرز التعليقات. الحياة دي جابت من الآخر في الحياة. طيب أستاذ محمد القدوسي، ما بين القضاء الشاخط والقضاء الناعم، نعم، مرة أداء القضاء بقى في أنه مثلا يقول ويكتشف في الآخر أنه دواء هو كانش عارف قبل كده؟ لا، هو ما عادش ذاكر القضية، هو ما فتحش الورق، هو ما قراش، هو فوجئ زيه زيك بالظبط. وبالمناسبة واكتشف الدش البارد أو المقلب اللي هو عمله في نفسه، واحد قاعد بيقرأ دواء للحنجرة، دواء للبرد، دواء بالظبط، هو كان منتظر أن يكون في كلام بيقرأ كبير. قاعد بيقرأ باعتباره ده للتخابر. ده معنى كده أن الجماعة دول كانوا بيتخابروا فيما قبل عصر الميكروفون حتى ولا التليفون، ده بيتخابروا بأصواتهم على طول، فكل واحد يسلك زوره بالباستيليا دي ويقف
يقفوا بقى ينادوا على بعض. عايز بس أكد على فكرة مهمة جدا، أنا عندي طبقة تحكم مصر وتسيطر عليها بقانون العصابة، بقانون التساند بينها وبين بعضها البعض. هذه الطبقة تقبل الإهانة من من يسيطر عليها، رئيس العصابة يهينهم وهم يقولوا كمان، وهذه الطبقة تخضع للضغوط، وهذه الطبقة تتسمى بأسماء إن هي إلا أسماء سميتموها. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد القدوسي، وشكر موصول للبرلماني السابق والمحامي والناشط الحقوقي نزار غراب، والمحامي الشهير منتصر الزيات رحم الله الإمام علي أبو الحسن حين ناداه القاضي شريح وقال له قف يا أبا الحسن، فيعني تغير لون الإمام علي وكان أميرا للمؤمنين وقتها، قال له هل يعني غضبت أنني ناديتك بأبي الحسن ولم أنادك بأمير المؤمنين؟ قال لا، بل لأنك ناديت أبا الحسن، كنيتني أبا الحسن ولم تكني هذا اليهودي. صحيح. الذي كان معه في خصومة. هذا هو القضاء العادل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مصر الليلة وتابعنا فيها. أنا لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية. الحملة الانتخابية للسيسي ترفض الالتزام بتقديم أي وعود لحل المشكلات في مصر وتكتفي بالمبادرات. الجزيرة مباشر مصر تواصل الانفراد بنشر الأوراق المسربة من الحملة. أرسلت خطابا لمعالي وزير العدل بطرح الضبطية القضائية لمفتش الأوقاف. وزير الأوقاف يطالب بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة لمنع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، فهل تهدف هذه الخطوة إلى تأميم المساجد أم إلى تأمينها؟ لكن من كتر العذاب ومن كتر الظلم اللي احنا شفناه بصراحة يعني فاض بينا قوي قوي. تصاعد ظاهرة التنكيل بالحالات التي تتعرض للتعذيب داخل سجون الانقلاب بعد تناولها إعلاميا، فهل هي محاولة لتكريس جمهورية الخوف في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فتحت الجلسة، تفضلوا. قضاة يخطئون في نطق اللغة العربية ويسخرون من متهمين ويشيدون بآخرين، مشاهد كوميدية في محاكم العدالة الانتقائية. الأقوى والأسرع، خلي بالك بقى انت هتحب الحاجات دي، الأقوى والأسرع في علاج أعراض البرد والتهاب الجيوب الأنفية. دواء يا فندم، ده اسم دواء. شكرا لكم، كانت هذه مصر الليلة، إلى اللقاء.